على نعمه التي تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن هذا اليوم الذي نعيشه يوم من أيام هذه العشر المباركات التي تفضل الله بها على عباده وتكرم ومن بها عليهم. هذا اليوم الأعمال فيه أحب الأعمال فيما سواه، ومن الأعمال الفاضلة في هذا اليوم التقرب إلى الله جل جلاله بذبح الأضاحي شكرا له تبارك وتعالى، والبقر والغنم، وأنه لا بد أن تكون في السن المعتبرة شرعا. فمن الإبل ما كان له 5 سنين فأكثر، ومن البقر ما كان له 2 سنين فأكثر، ومن المعز ما كان له 1 سنة فأكثر، ومن الظعن ما كان له 6 أشهر فأكثر، وأن تكون الأضحية خالية من العيوب التي لا تجزئ معها، ألا تكون عوراء بين عورها، ولا مريضة بين مرضها، ولا عرجاء بين عرجها، ولا هزيلة بين هزالها. ثم على المضحي أن يمسك عن شعره حتى يذبح أضحيته، فإذا ذبح أضحيته فله أن يأخذ من ذلك ما شاء. وذبح الأضحية لا يجزئ إلا إذا كان في الوقت المحدد شرعا، وهو بعد صلاة العيد، ومن ذبحها قبل صلاة العيد فإنه لحم قربه لأهله ولا تجزي عن الأضحية. ويستمر ذبح الأضاحي إلى آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13، فتكون أيام الذبح 4 أيام: يوم العيد، ويوم 11، و12، و13 إلى قبل غروب الشمس. ويذبح صباحا ويذبح مساء، ويوجه أضحيته إلى القبلة ألا يطعم شيئا حتى يطعم من أضحيته، هذا هو الأفضل. فيأكل منها ويتصدق منها ويهدي من من شاء من هذه الأضحية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ومن السنن في يوم العيد التكبير المقيد، وهو بعد ومن السنن المستمرة في يوم العيد وأيام التشريق 3 التكبير المقيد، وهو التكبير أدبار الصلوات، يكبر دبر كل صلاة ويذكر الله جل جلاله. ومع التكبير المقيد فإن التكبير المطلق أيضا مستمر، لأن يوم النحر من أيام العشر، وأيام التشريق أيام أكل وشرب، فلا يصوم المسلم أي أيام من أيام العيدين، ولا يصوم من أيام التشريق. عباد الله، علينا ونحن نعيش هذه النعمة من ربنا تبارك وتعالى، نعمة العيد الذي جعله الله سمة لعباده المسلمين، العيد الذي تفضل الله به علينا أمة الإسلام. علينا أن نتمثل في عيدنا مرضاة ربنا تبارك وتعالى، وأن نتقرب إليه جل جلاله بالطاعات، وأن نتقرب إليه سبحانه وبحمده بالحمد والشكر له جل جلاله، وأن نبتعد عن المعاصي والذنوب،
وأن نقلع عنها ونستغفر الله جل جلاله منها. وعلينا أيها المسلمون أن نتمثل في هذا اليوم يوم العيد وما بعده من أيام أن نتمثل الخلق الفاضل، أن نتمثل الأخلاق الحسنة، يسلم بعضنا على بعض ويزور بعضنا بعض ويعفو بعضنا عن بعض، أن نعفو، أن نغفر، أن نسامح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا يكون بينك وبين أخيك شحناء، قريبا كان أو جارا أو صديقا أو مسلما، لئلا تمنع المغفرة بسبب ما بينك وبين أخيك من شحناء. عباد الله، من جاء من طريق فإنه يسن له أن يعود من طريق آخر ليشهد له هذا الطريق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وأما بعد، فإن من الحسنات في يوم العيد أن يتفقد المسلم إخوانه الفقراء، أن يتفقد إخوانه المساكين، فيدخل عليهم الفرحة والسرور بما آتاه الله وبما يستطيع. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم جميعا، إنك على نصرهم لقدير. اللهم انتصر لهم، إنك أنت خير الناصرين. اللهم عليك بالذين يصدون عن سبيلك ويحاربون دينك ويبغونها عوجا. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واكف الإسلام والمسلمين وديار المسلمين بما شئت شرورهم. اللهم عليك بأئمة الكفر، اللهم عليك بالمعاندين المستكبرين، اللهم عليك بالمجرمين الظالمين المعتدين. اللهم أتهم بالعذاب من حيث لا يحتسبون ومن حيث لا يشعرون. اللهم اطمس على أموالهم، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وإيانا وجميع المسلمين في كل مكان لما تحب وترضى. اللهم وخذ بناصيته ونواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا جميعا وزدنا هدى وإيمانا وتقى، واربط على قلوبنا وأحسن خواتيمنا. أصلحنا يا ربنا وأصلح لنا وأصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا رد عن ديننا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعنا جميعا وعن جميع المسلمين وعن حجاج بيتك الحرام خاصة، وعن إمامنا خاصة، وعن علمائنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وشر الأشرار يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم ومكرهم وشرهم في نحورهم، وقف الإسلام والمسلمين وديار المسلمين بما شئت شرورهم يا عزيز يا قوي يا حكيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.